ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتفرجوا على الفيديو ده، وحشتوني الفيديو اللي فات. النهارده راجع لكم فيديو جديد، هتكلم على نوع من انواع الكونسيلر اللي انا جربتها. زي ما انتم متعودين مني، جربت كذا نوع، عامله لكم بيه فيديوهات لاغلبيه الانواع اللي جربتها، وعملت مقارنات مع انواع تانية من الكونسيلر. المره دي جايب نوع جديد ومشهور ورخيص جدا، هنتكلم عليه بالتفصيل زي ما احنا متعودين. بس قبل ما ابدا الفيديو، عايزه اكلم البنات الجديده اللي لسه اول مره تشوفني، اعرفها بالقناه. انا كنت اسمها ذا بيوتي فلوج، بعمل ريفيوهات عن ميك اب، انواع ميك اب مختلفه بجميع انواعه، من الفاونديشن، كونسيلر، باودر، ماسكارا، اي حاجه. فانتوا لو عايزين تعرفوا اي نوع، ما تترددوش ان انتوا تكتبوا لي تحت وانا هجربه واقول لكم رايي فيه. برضو اشرح برفانات لو انتوا عايزين تعرفوا تركيبها قبل ما تشتروا، عايزين تعرفوا معلومات بسيطه كده تساعدكم قبل ما تشتروا. هتلاقوا فيديوهات كتيره في القناه عن برفانات كتيره جربتها، وبعمل اكلات كده على قدي لان انا مش طباخه ماهره، وبرضو بعمل بلوجات، فانا قناتي منوعه. فلو القناه محتوى عجبكم يا ريت تشرفوني وتشتركوا في القناه، وان شاء الله هتلاقوا حاجات تعجبكم كتير. النهارده هتكلم عن كونسيلر مشهور جدا 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 جدا، من براند مشهور جدا جدا مفيش حد ما اتكلمش عليه، اسمه لا جيرل او ال اي جيرل برو كونسيل هاي ديفينيشن كونسيلر. الدرجه اللي انا جايباها هنا لو باينه لكم درجه كريمي بيج، تاني درجه مشهوره جدا واغلبيه البنات بتجيبها. زي ما انتم شايفين لسه الكيس يعتبر عليها، لان انا استعملته مرتين تلاته وما استعملتوش تاني. هنتكلم على الكونسيلر ده بالتفصيل. الكونسيلر ده هتلاقيه فين؟ الكونسيلر ده هتلاقيه في كل حته. هو من شهرته هتلاقيه في محلات ميك اب، هتلاقيه اونلاين، هتلاقيه كل تلاقيش وتشيل الحمل خالص فكرت ممكن ما تلاقيهوش. هتلاقيه بكل درجاته في حتت كتيره جدا. سعره تقريبا من 90 ل 110، فهو يعتبر كونسيلر رخيص. الكميه بتاعته مش عارفه مكتوب عليه كميته ولا لا، هحاول ادور معاكم كده. ومكتوب هنا 8 جرام، هو كاتب الجرام مش بالملي، كاتب 8 من 10 28 من 100 أوز، 8 جرام. مش عارفة الصراحة ده بالملي يبقى ايه. الصلاحية بتاعته مكتوب على الصلاحية بتاعته هنا 18 شهر من الفتح، يعني سنة ونص. الدرجة كانت كريمي بيج زي ما قلتلكم. هنفتحه نشوف كده من جوه بيتحط ازاي. بس ما تفتحيه في فرشة، انتي مجرد تضغطي كده على خفيف، وانا عشان بس مميلاه فالفرشة يعتبر متشبعة، تضغطي على خفيف كده وتحطي تحت عينيك على طول. لو عايزه تحطي بقى على فرشه تبداي تفردي، بس هو الفرشه دي بتساعد ان هو يتفرد. ايه، عايزه اعمل لكم سواتش للدرجه بتاعته عشان تبقوا عارفين. الدرجه فيها سنه اورنج شويه، تكون الدرجه واضحه لكم. انا شايفه ان الدرجه دي تنفع للبنات اللي هي قمحي غامق شويه، بس لو انت فاتحه الدرجه دي مش هتنور، ممكن ان هي تعمل تغطية او انها عايزه تدلي بيها هالات وترجعي تحطي بعد كده فيها كونسيلر ينور. بس الدرجه دي بيبانت القمح غامق شويه. الكونسيلر ده هتكلم على تغطيته. تغطيته اقول لك من لايت لميديوم. لايت يعتبر لايت اكتر، عايزه تحطي كميه اكبر عشان يبقى ميديوم تمام، بس هو كتغطيه اوليه التغطيه بتاعته لايت. ايه الثبات بتاعه؟ الثبات بتاعه كويس. لو انت ثبتيه ببودر هيقعد معاكي فتره محترمه، فعلى سعره انه كتغطيه اللي هو البيجمنت بتاعه ثباته، لا ثباته محترم ثباته كويس. انا مشكلتي معاه ممكن الدرجه دي نصحني بيها ناس كتير قوي، اللي هو قالوا لي بتليق على كل البنات. انا جبتها مجرد ما احطها انا حاسه ان انا واخده بوكس تحت عيني، داخل فيها اورنج، فاحطها مهما ثبت فيها باودر، عايزه بقى باودر ليها تغطيه فوقيها عشان تعادل اللي هي درجه الاورنج اللي داخله فيه. بس انا مشكلتي معاه كانت الدرجه، يعني انا مجرد ما جربت الدرجه مرتين ثلاثه انا شايفه ان في اورنج يا جماعه، بس بكل الناس بتقول الدرجه دي بتليق على بنات كتيره وقمحي فاتح وناس بيضة، فبقيت اقوح واستعمل لحد ما لقيت ناس بره بتقول لي تحت عينك اورنج في حاجه غلط، فما بقيتش استعمله من بعديها. بس هو ككونسيلر ان هو سعره رخيص وتغطيته وثباته الصراحه كونسيلر حلو. ان التغطيه بتاعته ممكن اقول لكم لايت لميديوم، عامل زي فيت مي شويه. الثبات بتاعه حلو، بس انا كاجي افضله او اقارنه بفيت مي، انا احب فيت مي صراحه عنه. هتلاقي فيه منه درجات كتير قوي، ممكن انزل لكم صور للدرجات بتاعته، وهتلاقي منه كوريكتور برضو كتير. فهو براند موفر لك كونسيلر بسعر رخيص وتغطيه حلوه
محترمة، فهو صراحة ماشي يستاهل، يستاهل ان تجيبيه او تجعله درجات كتير قوي. هو ان يبقى حظك حلو ان تلاقي الدرجة المناسبة ليك. هو متهيألي منتشر ومنتشر في المحلات، فافضل انك تجربيه عليك عشان تنقي الدرجة. انا كنت جايباه اونلاين فمعرفتش اجربه على نفسي الاول، جبت الدرجة المشهورة اللي كل الناس استعملوها بيشكروا فيها، فجبتها فما عجبتنيش وركنتها ومش عارفة اتصرف فيها ازاي. ساعات ممكن استعملها ان انا اقول ان هي كوريكتور لعيني قبل الهالات، ماشي استعملها ككوريكتور لعيني انها للهالات تعادل، واقوم حاطه عليها الكونسيلر بتاعي فوقيها، بس هي لوحدها ما ينفعش. ثباته هقول لك ثباته متوسط مش الثبات العالي قوي. البنات اللي تقدر تحطه، البنات اللي هي بتعرق كتير او بتفرز دهون كتير، انا شايفه ان ده مش كويس ليك. داخل فيه ميه وكريم شويه، هو سائل الى حد ما، فمش هيعيش معاكي او مش هيسد معاكي في حته الدهون اللي بتتفرز في حته الصيف. يعني شفاف الصيف مش الثبات الرائع، يمشي معاكي في الشتاء حلو تمام شغال، بس بنات البشره الدهنيه ده لا مش مناسب ليك. انا شايفاه انه مناسب للبشره المختلطه او العاديه او الجاف تمام معهم، الدهنيه مش هتحبوه قوي. انتوا عايزين حاجه الى حد ما انشف شويه والكميه الدهون اللي فيها او الترطيب اللي فيها تبقى اقل. فملخص كده على الكونسيلر ده، لو انت عايزه تجيبي كونسيلر مثلا رخيص وتغطيته متوسطه، ما تبقاش التغطيه العاليه، ما عندكيش انت هالات كتير، عايزه تغطيه متوسطه وحاجات بان طبيعي والثبات بتاعه متوسط، ده تمام لان سعره حلو. سعره بتاع من 90 لحد 100 او 110 فسعره حلو. إيه لو انت عايزه حاجه بقى تغطيه عاليه وتقعد معاكي شويه في الصيف، انا صراحه ما انصحش بيه. وهو كونسيلر انا اقول كويس بس انا ما بعشقوش. الفرشه اللي فيه او الحته الفرشه اللي هي بتاعه الاداه اللي هو بيحط فيها دي مسهله الموضوع قوي، بتعرفي تفرديه كويس وما تحطيش كميه كبيره، فالحركه دي حلوه مسهله، وبعدين بتخليكي ما تستهلكيش كتير من الكونسيلر وما يضيعش منه، هتستعمليه لحد اخر نقطه، فدي حركه حلوه فيه. صغير تقدري تحطيه في شنطتك، فانتي زنقتي في اي وقت وعايزه الكونسيلر تعدليه ممكن تحطيه في شنطتك يبقى معاكي على طول. فهو فيه مميزات وفيه عيوب، اي منتج فيه مميزات وعيوب، انتي بقى تعرفي مميزاته وعيوبه وتشوفي ايه اللي مميزاته هتخليه تغطي على عيوبه وتقدري تستغني مفيش مشكله، ليه عيوبه اكتر لا وانا مش عايزه العيوب دي تبقى في الكونسيلر بتاعي، فخلاص يبقى ده مش ليكي. وبس كده يكون ريفيو النهارده خلص، يا رب اكون فدتكم وما اكونش طولت عليكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلكم بإشعار. وباي باي لحد الفيديو الجاي، هتوحشوني، باي باي.